يعني هو الدخول اللي حصل في المنطقة الخضراء من أحد البوابات كان دخول مباغت، كان هناك عمليات تشييع تجري وللشهداء كثافة بشرية هائلة، يعني أكثر من 20,000 كان، لم تكن هناك استعدادات كافية ولم يتوقع أحد دخولهم حقيقة. لحد الآن اللي حصل حرق إطارات خارج محيط السفارة، والبيان كان واضح، بيان السيد القائد العام، وجرى اتصال مع كل الأطراف وقوات نزلت الآن في هذه المنطقة من الفرقة الخاصة لإبعاد المحتجين عن محيط السفارة.